تعالوا نشوف التقرير ده. حاليا دلوقتي احنا قاعدين في الشارع، اربع اسر قاعدين في الشارع بالاطفال بكل حاجه حاليا دلوقتي، ومش عارفين احنا قعدتنا في الشارع ده هتستمر لغايه امتى. احنا من يوم الاثنين اللي فات واحنا قاعدين في الشارع، زي ما حضراتكم جيتوا على سهوه كده ولقيتونا قاعدين في الشارع. احنا دلوقتي عايزين نعرف قعدتنا في الشارع دي مستمره لغايه امتى. ما فيش اربع حيطان تلمنا، وما فيش سكن الا دوت اللي كان بيلمنا. حاليا دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ حضرتك احنا قاعدين بنبيع حبه كشري حبه طعميه في الشارع، لان البيت وقع طبقه وقع علينا كده، فالبيت باربع ادوار، فدلوقتي احنا هنروح فين؟ فنايمين في الشارع وقاعدين في الشارع، ولا بناكل ولا بنشرب ولا بنقلع هدومنا كمان. مرمين كلهم في الشارع، هي واولادها نايمين في الشارع، وهم لا حول ولا قوه بامانه ربنا. يعني عايزين نشوف حل، يعني حضراتكم تشوفوا حل فعلا. يعني بقالهم اسبوع اهو، يعني بتلطموا هنا هنا شويه وهنا شويه، وبيناموا هي بتنام هنا جنب حاجتها في الشارع، ممكن البيت يطبق عليها. ظروفهم مش صفر اصلا يعني، وحالتهم تعبانه جدا، ما لهمش حل الا ربنا هو بس. محتاجه شقه اقعد فيها، محتاجه اربع حيطان اقعد فيهم. اللي حضرتكم شايفينه اعملوه. نائب اللواء الحالي اللواء علي دمرداش اول ما سمع بالحاله بعت فريق العمل وانا معاهم، على اساس اول ناس لينا في الواقع بشهاده الناس كلها، على اساس نشوف نعمل بحث للاسر، نشوف هنعمل معاها ايه ونعمل معاها الصح. لان انت عارف ان هو الوقت بتاع الحكومه بياخد وقت شويه، العمليه بتبقى ايه، الاجراءات بتبقى مش سريعه.